أين الجندي لويس؟ أين الجندي لويس؟ كابيتان، ولماذا لن ترجع وراءه؟ كي لا نتأخر عنكم كابيتان، ولكن هل تسمح لي أن أخذ دوري وأبحث عنه؟ بالطبع، هيا بسرعة. وي كابيتان. من فعل بك هذا؟ لا أعلم. ماشي، تفضل فلدة. يلا ياسين ساوي صعب لبنتا. عيونك شرف. وهل عرفت من فعل بك ذلك؟ أقسم لك سيدي بأني لا أعلم. صرت أخجل أن أخبر القيادة عن ضعفكم. أغرب عن وجهي. وأنت أيضا أغرب. حاضر سيدي. كأنه كتران جيدكم على الحارة يا جناب الكابتن. شو صاير؟ أقسم بشرفي، إذا ما بتضبوا رجالكم لخلي عيشتكم كوابيس. والله نحن رجالنا مضبوبين، بس أنت رجالك اللي فلتانين وبدهم ضب. نزل ايدك. وحياتك لا تتبعها على الحركة. وحياتك سولدا عليه. عم تضحك ولا يهمك يا زعيم. كل مين على شغله يا شباب؟ شرفوا شرفوا يا رجال. شرفوا يا شغله. راح الحال ما يدوس الحاره. يا بتوح شاي شاي على السريع لك بهريتنا. يلا امرك معلم. يا رب شرف عمي ابو النور. شرف عمي ابو النور. الله يعطيكم العافيه. الله يخلينا عمي ابو النور. عليكم الشباب الله يعطيكم العافيه. شيلوا من بالك عمي، شيلوا من بالك. لا لا بسيطة 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 ابو النور. كل شيء بوقته حلو. مزبوط مزبوط. لك عيونك ابو النور. مثل ما قال اخونا ابو النور، كل شيء بوقته حلو. هذا الكابتن ما بده يجيب هلا برا. يا سيدي ونحن اصلا بدنا ننسحب من اتفاقنا مع الفرنساوي. يا جماعة خلونا نفكر بعقل. طيب شو رايكم نقول لهم للرجال حارة الخوخة انه يجوا يجتمعوا معنا؟ اكيد ما رح يرضوا يجوا. ما
وليش لحتى ما يرضوا يجوا؟ مظبوط، ما حدا احسن من حدا. ابو النور، انت بترضى تجتمع عندهم؟ اكيد لا، لانه هو المعتدي. حلونا هالقصه وخلصونا. من يومين فتح ورشة داب لحتى ركاني، وحياة هالشوارب ما بركع الا لرب العالمين. صلي على النبي، صلي على النبي يا ابو النور. بتتمن تكبيرنا ولو؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. شو اعتمدتوا يا جماعة؟ شو رأيكم يا رجال؟ خلينا نجتمع المساء بالقهوة وندعي رجال حارة الخوخة يجوا لعنا. أخي أبو نعيم، مور زعيم، تقدر تدعي لعدني بيك اليوم بعد صلاة المغرب لعندك على القهوة؟ على رأسي، تؤمر أمر. تسلم، استغفر الله. يلا يا جماعة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضلوا تفضلوا يا جماعة. السلام عليكم. الله معكم. وعليكم السلام. السلام يا الله معكم. تفضل معلم. تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل عليكم. تفضل. لا والله العيب ما كان لها الحاجة. لا الحر دبي ما بتعلى على الجمال. لكم لا يلا خلصنا انت وياه. يا ميت اهلا وسهلا. عليه بالخواجة شرف. شرفوا. كيفك مسيو؟ الحمد لله. خواجة وين الغيري؟ بعرف كنت راح بيع القطعة اللي عندي. أنا مبارح يجي من فرنسا وفوراً يجي لعندك. أهلا وسهلا فيك. شو في عندك شي جاهز يشتري؟ والله في عندي كذا قطع، بس إذا بتطول بالك علي يومين عندي قطعتين مدللين بدهم شوية شغل. تمام. حدثني بالتفصيل الممل، ماذا فعلتم ولماذا حصل لكم ما حصل؟ لقد أخبرتك بكل شيء سيدي الجنرال. هل دخلتم إلى المشغل برغبتكم أم أن أحدا استدرجكم؟ دخلنا لوحدنا ولم يستدرجنا أحد. لماذا دخلتم؟ حتى ننتقم من أهل حارة البروكار، ولن أسكت عليهم وسأنتقم. تصرفك هذا يدخلك السجن. أنا لست جرذ مكاتب سيدي، وإذا أردت انقلني لأي قطعة مقاتلة، ولكن طالما أنا هنا وعلى قيد الحياة فسأعيش لأنتقم، ولا يهمني السجن ولا حتى الموت. هل تعرفت على أي من البنات اللواتي قتلن زميليك؟ سيدي، الذي هاجمنا شاب وليس فتاة، ولكنه جرذ حقير غدار كان يتخفى بملابس النساء. جوني، احكي لي كل ما حصل بالتفصيل. Thank you.
البنت التي عادت، ركز لي عليها. أكمل جوني، وبعد؟ بعدها لم نرى فتيات يخرجن أو يدخلن من المشغل، والباب كان ما يزال مفتوحا. عندها قررنا أنه الوقت المناسب حتى ندخل إلى المشغل ونختلي بباقي الفتيات اللواتي بقينا بالداخل. وماذا حصل لاحقا؟ دخلنا وأغلقنا باب المشغل خلفنا. رأينا ثلاث فتيات، ولكنهم أنزلوا حجاباتهم بنفس لحظة دخولنا. واحد واطلقوا عليكم النار. اخلعوا ثيابكم واياكم ان تصرخوا. متأكد من وجود وحمة على يد من سحبك؟ متأكد سيدي. وهل تعتقد أنها يد شاب أم فتاة؟ كابتن، الذي هاجمني هو شاب، لأنه من المستحيل أن تكون فتاة مهما كانت قوية. إذن الذي عاد إلى المشغل شاب. اذهب إلى مهجعك رقيب جوني، ولا تقترب من الحارة أبدا. داكو سيدي. ولكن سيدي، هناك سؤال يخطر في بالي. كيف استطاع بوقت قصير أن يرتدي ثياب فتاة ويدخل؟ وما هي القوة التي يملكها حتى استطاع أن يقتل ثلاثا من جنودنا؟ أنا أرى أن الأمر كان سهلاً عليه، وليس ضرورياً أن يكون قوي البنية كما تعتقد. كيف سيدي؟ لأن اثنين من الجنود كانا مشغولين بالبنات، فهو عملياً باغت جوني وهجم عليه المسلح الوحيد. أما الجنديان سيجور وجيسكار فقد كانا مجردين من السلاح. تحليل منطقي سيدي. اذهب واعتقل كل الشباب والبنات، وتبين من على يده وحمة واحضره لي. حاضر سيدي.